الفني في المجموعة الأولى كابتن محمد يوسف. مساء الفل كابتن عبد الناصر، ازاي حضرتك؟ مبروك أفضل مدير فني، ومبروك التلاتة بوم، ومبروك الأسكور، ومبروك كل حاجة يا كابتن يوسف. يا رب يخليك كابتن عبد الناصر، مسا على حضرتك ومسا على كابتن أسامة يا رب وكابتن تامر. مبروك يا كابتن، مبروك، ألف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتكم جميعا، وأنا بقول الحمد لله رب العالمين. بشكر اللعيبة اللي فعلا الرجالة على قد المسؤولية، وبقول مثالكم يمكن مجموعه الصعيد يا جماعه مش زي الناس ما كانت متخيله. برافو عليك. ناس كتير كان في ناس كتير في بحري او الفرق في بحري كتير كانوا بيتصارعوا كتير على الصعيد، ان هم كل عايز يزيد الصعيد لما يكون الصعيد دي مثلا مش موجوده في الكوره خالص. فانا بقول لهم لا، الصعيد زيها زي بحري بالظبط، في عناصر كويسه جدا، والدليل اللي هي طلعت لعيبه كبيره جدا، ومنهم الكابتن اسامه اللي قاعد قدام حضرتك، كابتن ربيع ياسين، كابتن هشام عبد الرسول، ولاعيبه كتير جدا، وكابتن تامر عبد الحميد اللي جنة المنصوره. بنتكلم على بدات انا بقول له كمان وبحري السعيد ولاد يا جماعه، ومحمد حسن زي ما الناس متخيله. فانا بقول يا جماعه يمكن من خلال حضرتكم، انا طبعا بشكر حضرتكم على الاختيار ليا، وده دي يعني انا ده وسام على صدري من حضرتكم تختاروني بالطريقه دي، ولكن لسه بدري جدا 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 على المنافسه، ولسه الدوري بدري، وانا باخد حاجه كابتن من خلال حضرتك. يمكن نادي الالومنيوم من الفرقه اللي هي فعلا تستاهل حاجه كتير، معاه مدير فني محترم جدا كابتن مجدي. فرقه الكابتن مجدي طلبه، الكابتن مجدي طلبه مشي يا كابتن يوسف، ومسك الكابتن اشرف عرب. كابتن اشرف طبعا كان ماسك قبل كده، كان ماسك التعدين. انت مشيت مجدي طلبه يا كابتن يوسف؟ لا 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 والله، يعني طبعا كابتن مجدي ده تاريخ، راجل حبيبي وراجل محترم ودي علامه جدا جدا. عاوز اعرف بس هي الاهداف جت الشوط الثاني يا كابتن؟ الخمس اهداف جم الشوط الثاني يا كابتن محمد؟ الشوط الاول انا 2-2 كابتن تامر معايا متهيألي كده. كابتن تامر عبد الحميد. بص كابتن تامر وحضرتك، بس معلش انا بره وانا اسف يعني. اتفضل. اهلا بيك كابتن. بص عايز كابتن تامر، يمكن هو كان الشوط الاولاني 2-0 في اول ثلث ساعه، فدي كانت صعبه جدا 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 على انا بس على بسال على اساس انت رجعت المباراه ازاي؟ يعني انا متخيل ان كانت النتيجه 2-0. انا وحضرتك كابتن تامر وحضرتك مدرب، انت وكابتن اسامه وكابتن عبد الناصر طبعا استاذنا في الحاجه دي. معلش انا كمدير فني بفكر في الصعود، فمعلش انا 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 بيني وبين نفسي كنت واقف على خط بقول واحد زي 10 بالنسبه لي يعني. فانت لازم دلوقتي، انا شايف اسلوب لعب الكابتن مجدي قدامي، هو بيلعب ازاي؟ بيلعب 3-4-3 تمام، ففاتح الجيم شويه يعني، هو فاتح الجيم وطمعنا انا يعني، طمعنا انا كواحد يعني شايف من بره ايه اسلوب اللعب قدامي، فطمعنا انا اللي انا اروح هو بعد 2. الامور بالنسبه للالومنيوم كانت اوضح ان هو يكسب 2 و3 و4 و5، هو يعني هو الفكر كده. ده محترم منك الكلام ده والله. فانا يمكن يعني استغليت دي شويه ان هم طمعانين معايا في الجيم، فابتديت اسحب حد من نص الملعب يا كابتن تامر، وابتديت العب شويه وخلاص يعني، العب من قدام شويه، ابتديت اثبت ناس من عندي من تحت، ان انا بثبت الاربعه قدامهم من الاثنين، كان معتز محروس وحسام عيسى ادوب كويس قوي بالاربعه اللي تحت، وابتديت اشتغل من قدام بالطرفين وباتنين في روضه صراحة على طول من قدام، ابتدت الامور تشتغل معايا شويه في اخر الشوط الاولاني الحمد لله رب العالمين. بمعنى يا كابتن محمد اللي هو كان بيلعب بثلاثه ورا يبقى اكيد سيردي باك واحد بس. بالظبط. لا يا كابتن، كان بيلعب بثلاثه يعني، هو بدا بثلاثه والطرفين على طول طايرين، هم باكين الطرف طايرين قدام على طول. تمام يعني، انت فاهم ازاي؟ فدي سهلت لي انا بعض حاجات يعني، وبعد 2-0 على طول انا حسيت انه يعني ان الالومنيوم طمعان اكتر، فدي حاسس ان في مساحات كتير قوي يا كابتن تامر، هذا كابتن اسامه تعرف كده، ورا الطرفين يعني، ورا الباكين الطرف، فكان في مساحات كتير جدا اللي انا اشتغل عليها. فعشان اوقف المساحات دي اول حاجه لازم اشتغل من العمق، يبقى لازم اوقف 2 فراوده بحيث اخلي الطرفين عندي يشتغلوا. عشان كده انت دفعت بمحمد علي اللي قلب موازين الحته اللي انت بتتكلم فيها دي. هو وكريم اشتغلوها صح كويس قوي على الاثنين اللي في العمق، والطرفين من بره ابتدوا يشتغلوا، بقى في مساحات كتير اللي انا اخد واشتغل عليهم يعني، فالحمد لله ده توفيق من ربنا. طيب طيب، واللعيبه ادركوا ده بين الشوطين والحمد لله رب العالمين. طيب خلينا واحنا بنقول لك مبروك افضل مدير فني في الاسبوع السادس في مجموعه الصعيد، نقول لك ان ليس هي المره الاولى ليك، انت كنت 2-0 قدام المنيا ورجعت 2-2، يبدو انك انت متعود على الفيلم ده ولا ايه يا كابتن يوسف؟ والله يا كابتن عبد الناصر، هي اللعيبه نفسها هي حاسه بالمسؤوليه السنه دي جامد جدا، مع مجلس اداره محترم الاستاذ علي سليم وبعض اعضاء مجلس الاداره المحترمين، حاسين جدا 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 بقيمه المسؤوليه وقيمه انت شايل الاسم محافظه. سياده المحافظ يمكن بشار هاني برضو داخل في القصه مع الاستاذ علي سليم، ان شاء الله ان بني سويف يعني احنا يمكن احنا النادي الوحيد او النادي صعد دوري منتصف الصعيد هو بني سويف،
صح، اول نادي في تاريخ الصعيد دلوقتي لسه ما صعدش، يعني يمكن من سنه 72 يعني. صح انت يعني كل الانديه صعدت، هو اول نادي صعد والريد دلوقتي ما صعدش خالص يعني. عموما هي دي عموما كمان وجود وائل حبيب معاك مديك طمانينه جامده على الخط. كابتن وائل انا مش عايز اتكلم فيه جامد، الكلام فيه هيبقى مجروح. الراجل ده يعني فعلا ده جندي مجهول معايا، حاجه جميله جدا هو الجهاز الفني اللي معايا كله، الجهاز المساعد والجهاز الاداري والجهاز الطبي، ناس شغالين على اعلى مستوى، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى احسن كابتن في مصر ان شاء الله. وانا خليني اقول للناس ان عجبني الكابتن يوسف، الكابتن يوسف بيفكرني بالكابتن حسام حسن، انا حافظ الدوري ده كويس، فكان كثير الانفعال دائما وابدا يعني حماسي كثير جدا، يعني بسم الله ما شاء الله يتسم بالهدوء بالتؤدة، غير كثير من اسلوبه، وده انعكس بالايجاب على محمد يوسف كمدير فني يا كابتن يوسف. يا رب خليك يا كابتن على النصر، ده وسام على صدر ان انت تقول انا شبه او اجيب الكابتن حسام حسن، ده انا بعيد جدا جدا. لا اصل انا حافظ، انا حافظ انا اجيب التاريخ يعني. ده تاريخ كابتن حسام وشرف ليا ان انا حتى اكون او اتشبه بيه يعني، ده شبه، ده شرف ليا انا على صدري يعني وسام على صدري. طيب اخيرا عندك مين في كاس مصر؟ احنا عندنا افشوائي يوم الثلاث ان شاء الله كابتن عبد الناصر، والكسبان مننا هيلعب الغالب بين التليفونات والفيوم. ربنا يوفقكم ان شاء الله، ومبروك افضل مدير فني هذا الاسبوع على الاسبوع السادس في مجموعه الصعيد. شكرا لحضرتك وشكرا لكابتن اسامه وكابتن سامر، ومبروك مبروك الف مبروك. مبروك يا كابتن محمد يوسف المدير الفني لبني سويف، صاحب اكبر نتيجه هذا الاسبوع.